لكن خلينا قبل ما نتكلم عن اي تفاصيل تخص الماتش، طبعا كلنا عايزين نطمن على فرقه النادي الاهلي في تونس. تعالوا نروح سوا لزميلنا العزيز كريم احمد علشان يقول لنا بقى قبل المباراه او قبل ذهاب الفريق لملعب المباراه الاجواء هناك شكلها ايه. مساء الخير يا كريم. كل التحيه والتقدير ليك كابتن ايمن شوقي، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يا رب النهارده ان شاء الله باذن الله كل المجهودات تكلل بالنجاح. اللعيبه اجتهدت، جهاز فني، مجلس اداره وفر كل المناخ الطيب الحقيقه لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله في خلال ال 90 دقيقه نقدر بمشيئه الله نحرز هدف، نقدر ان احنا يكون لنا تاثير بشكل كبير، دخولنا في المباراه، كل الامور دي الحقيقه ان شاء الله مستر كولر يكون اجتهد فيها بشكل كبير، سواء التحضير الفني، التحضير الذهني، ايضا كمان جلسات اللاعبين. المعنويات مرتفعه وفي حرص كبير وفي اجتهاد في التدريبات يا كابتن ايمن، لكن احنا ينقصنا بس التوفيق في هذه المباريات. ما بيكون التوفيق مع لعيب فقط في ال 11، ربنا بيكرم. فان شاء الله باذن الله التوفيق يكون مع ال 11 لاعب النهارده، مع كل نجوم النادي الاهلي النهارده في مباراه هي الاصعب والاقوى في اخر مباريات طبعا، ونهائي دوري ابطال افريقيا. يا رب ان شاء الله باذن الله النهارده تكون فرحه كبيره جدا في القاهره ولكل جمهور النادي الاهلي. ترتيبات الاخيره والاستعدادات المعتاده بالنسبه للمباريات الحاسمه، يمكن احنا طبعا يا كابتن ايمن اختلاف الساعتين تم وضع برنامج هام جدا ودقيق جدا، سواء برنامج طبي، برنامج ايضا كمان خاص بالمحاضرات. الفطار بيكون 11 صباحا، بيكون وجبة الغداء 3، يمكن النهارده وجبة الغداء هتكون الساعة 4 عصرا، ومنها مباشرة إلى المحاضرة الفنية الأخيرة في فندق الإقامة. للكلام والحديث عن كل الأمور بقى الخاصة والسيناريوهات اللي مستر كولر محضرها من خلال النظري والعملي في التدريبات، الراجل هيأكد على بعض الأمور. إن شاء الله بإذن الله لعيبتنا تكون عندها استيعاب وتركيز كبير جدا في النظر وفي العملي على أرض الملعب. هتكون في بعض الأمور بالتأكيد عارفين الكثافة الجماهيرية وعارفين جمهور الترجي، ممكن تكون في أمور خاصة بعلي معلول، خاصة ببعض اللاعبين. لعيبتنا تكون لابد ان يكون على قمه التركيز، محدش يسمع اي شيء، لابد التركيز فقط لغير يكون في المكسب والعوده ان شاء الله باذن الله بنتيجه ايجابيه. اختيار التشكيل مهم جدا بالنسبه لمستر كولر، كل جاهز الحمد لله. يمكن كان قلقنا شويه كابتن ايمن ان احنا كل تدريبه بتشوف جديه، بتشوف حماس، كله عايز يكون متواجد، كل واحد عايز يمثل النادي الاهلي في مباراه بقيمه نهائي دوري ابطال افريقيا، لكن الحمد لله عدت بسلام خلال الايام الماضيه من التدريبات، واخرها كان التدريب الاخير. كل الحمد لله طلع من المباراه على من التدريب على فندق الاقامه للريكفري المعتاد. الحمد لله ما حدش بيشتكي من اي شيء ولا اصابات ولا كدمات، الحمد لله ده كان امر مهم عشان تدخل المباراه بالسكواد كامل وتترك حريه اختيار لمستر كولر. الامور الحمد لله ماشيه بشكل طيب، الامن التونسي والجانب التونسي الحقيقه قام بدور مميز جدا حتى هذه اللحظه، لكن احنا اللي بناكد عليه وكل مره هناكد على هذا الامر، تحركنا من فندق الاقامه وصلنا الى ملعب المباراه، الكثافه الجماهيريه اللي بتكون متواجده في الشوارع حتى الوصول الى استاد رادس، كل الامور دي بتكون مهمه جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون وصلنا بسلام، لعيبه النادي الاهلي تدخل بسلام الى استاد رادس، ومن بعدها ان شاء الله باذن الله كل حدث حديث بالنسبه لهذه المباراه. كابتن محمود الخطيب والقيمه الكبيره جدا اللي متواجده معانا طبعا كرئيس بعثه النادي الاهلي من اول يوم، ليه دور كبير وليه تاثير كبير وليه اهتمامات كثيره جدا. وجوده في وسط اللاعبين، سلامه في الطائره زي ما كل الناس شافت، بتبقى ليها رساله مهمه جدا. والحقيقه يمكن الكابتن محمود الخطيب في كلماته بتكون بسيطه، لكن تحركه ونظراته ووجوده ووقفاته مع لاعبي النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي بتستوعبها بشكل كبير جدا جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله كل الاهتمام اللي موجود في فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي وكل الترتيبات ان شاء الله تكون النهارده في ال 90 دقيقه لعيبتنا تكون ده كل ده حافز بالنسبه لها، اي مضايقات اي امور تتقلب حافز في الملعب في 90 دقيقه. كل مره ايضا هنكرر هذا الكلام، اللي قلبه في الملعب زي اللي بره الملعب على دكه البدلاء، الهدف هو النادي الاهلي والهدف هو ان النادي الاهلي يكون على منصه التتويج. 11 النهارده اللي هيتم اختيارهم ان شاء الله يجتهدوا ويبذلوا اللي عليهم، طلع كل اللي عندك النهارده في الكوره، فيا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي النهارده يكون سعيد سواء في تونس او في القاهره. بالتاكيد زي ما انت متعود يا كابتن ايمن وكل جمهور النادي الاهلي متعود، هنكون مع كل جماهيرنا لحظه بلحظه. هننقل التحرك، وصلنا الى ملعب رادس، الاجواء الجماهيريه، الحضور الجماهيري، الكثافه، حضور جماهير النادي الاهلي، كل الامور دي هتكون بشكل حصري من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. ويا رب ان شاء الله باذن الله نبارك لبعض بعد المباراه ويكون نتيجه ايجابيه لفريق النادي الاهلي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد. كريم طمنا على الاجواء.